بيظل عندنا سؤال مهم جدا، الحوار الوطني وصلنا مع الايه؟ وصلنا مع الايه؟ خلينا اقول لحضراتكم انه كانت الحركه المدنيه عندها رغبه كبيره انها لا تشارك في الحوار الوطني، وانه حتى عمليه المشاركه في الحوار الوطني دي ادت الى شكل من اشكال الشرذمه والتدافع ما بين الحركات السياسيه والحقوقيه المصريه. اللي شاركوا في الحوار الوطني عندهم وجهة نظر معتبرة، وهي أن المشاركة في أي عمل سياسي أو أي نقاش سياسي أمر واجب على كل من هو يعمل في المجتمع المدني، سواء أحزاب أو جمعيات أهلية أو حتى إعلام وصحافة. واللي رفضوا رفضوا بمنطق أنه يا جماعة الخير البتاع ده لا هيودي ولا هيجي. حصل الحوار الوطني وخرجت نتائج أو توصيات من ثلاث لجان: اللجنة السياسية، اللجنة الاقتصادية، واللجنة المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي. طيب هذه المحاور الثلاثة هل ما خرجت عنها تعبر عن الحركة المدنية الديمقراطية؟ الإجابة لا. الحركة المدنية الديمقراطية لم ترى في التوصيات التي نشرت وأعلنت ما يعبر عن آرائها كتجمع كبير لعدد كبير من الأحزاب السياسية المعارضة في هذه التوصيات. والتوصيات اللي راحت على أصل الاتحادية ما فيهاش كلام الحركة المدنية. فالحركة المدنية عملت إيه؟ قررت أن تنشر التوصيات داعية متخذ القرار دي ما بحبهاش، داعية عبد الفتاح السيسي إلى أن يستمع إلى آرائه. والناس حددوا عدد من النقاط الأساسية الواضحة جدا، هنضطر نقولها بالتفصيل لأن أنا رأيي إنها معبرة تعبيرا حقيقيا عن هذا التيار السياسي المدني. أنا هقرأ منها أجزاء والأستاذ أحمد عطوان يعني هيقرأ منها أجزاء. أولا: المطالبة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي الذين لم تثبت إدانتهم بأعمال عنف أو تخريب. وشددت أحزاب الحركة على ضرورة وقف سياسة القبض على المواطنات والمواطنين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم في مختلف وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي. ثانيا: إطلاق حرية الرأي والتعبير بكافة الطرق والأساليب وباستخدام جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة، ورفع الحجب المفروض على المئات من المواقع الإخبارية وتلك التابعة لمنظمات حقوق إنسان داخل وخارج مصر. ثالثا: توفير الشروط والضمانات اللازمة لإجراء جميع الانتخابات القادمة في مصر، رئاسية وبرلمانية ومحلية، في أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية، وإتاحة الفرصة المتكافئة للجميع المتنافسين على الفوز بها وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية. أستاذ أحمد. طيب أحمد، إذن الآن اتضح وبان وانكشف لنا واحدة من الحقائق. ما تم من رفعه من الأستاذ ضياء رشوان من توصيات تم التلاعب فيه وتم التلاعب به وتم إخفال طلبات حقيقية ورئيسية للقوى الوطنية المشاركة. يعني الحوار يا أستاذ ضياء رشوان اللي سعادتك الآن كنت أمينا عليه أن ترفع توصيات المتحاورين في هذا الحوار الوطني اللي أسميته سابقا حوار ضياء رشوان، أنت وفق بيان الحركة المدنية الديمقراطية لم تكن أمينا على نقل مطالب المتحاورين إلى الرئاسة. لأننا هنا في هذا المكان، وكان معايا يومها زميلي أحمد العربي في الشارع المصري، لما قرأنا الأربع طلبات اللي أنتوا رافعينها لرئاسة الجمهورية ورافعينها في إطار أن هذه مطالب المحور الحريات وحقوق الإنسان، وكانوا أربع مطالب أنا فاكر قلتوا: تمكين المرأة ومش عارف وتمييز المرأة وقانون الانتخابات، وأنا تسألت طب فين قانون الحريات؟ فين سجناء الرأي؟ فين الحبس الاحتياطي؟ فين حرية إطلاق حرية وسائل الإعلام؟ فين النهاردة الناس المحبوسين منذ عشرات سنوات؟ هي أنا كنت يومها فعلا
يعني عمال اتساءل هل هذه هي مطالب القوى الوطنية المصرية؟ الآن انكشف الأمر وبان إن كان هناك تدليس في رفع مطالب المتحاورين إلى الرئاسة، قصها اتقصت. بيان الحركة المدنية موفق جدا لأنه جاء حقيقة تعبيرا حقيقيا عن مطالب المصريين. يعني أول حاجة إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، هذا مطلب لكل المصريين. ثاني حاجة إطلاق حرية الرأي والتعبير ورفع الحجب عن المواقع، هذا مطلب لكل الأحرار. أيضا حرية الانتخابات وإقامتها بانتخابات حرة ديمقراطية، هذا مطلب حقيقي. نكمل حضراتكم مع ما جاء في هذا أيضا في مطالب الحركة المدنية التي لم يرفعها ضياء رشوان إلى رئاسة الجمهورية. أدى حضرتك إجراء الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية القادمة على أساس القوائم النسبية التي تعكس الأوزان السياسية نسبية لجميع القوى والفعاليات السياسية والتي تعد الأقرب إلى التطبيق الديمقراطي السليم. أيضا إلغاء قانون الحبس الاحتياطي الحالي والذي تم استحداثه إبان فترة الحكم المؤقت التي أدارها عدلي منصور، والعودة إلى القانون القديم والذي حدد فترة الحبس الاحتياطي بمدة أقصاها 6 أشهر حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاتها. مطالب تمثل المصريين، كل المصريين. أيضا إطلاق حرية تشكيل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة والسماح لجميع فئات المجتمع بتنظيم أنفسهم في أطر وأشكال ديمقراطية للدفاع عن مصالحهم. إذن هذا كل ما جاء في المحور الأساسي والرئيسي الخاص بحرية الرأي والتعبير. أحمد، واضح فعلا أن هذه المطالب التي رفعوها كانت تمثل المصريين حقيقة، تمثل القوى السياسية المعتبرة والمحترمة، ولكن ما رفعه الأستاذ ضياء رشوان من تمييز المرأة وتمكين المرأة وقانون الانتخابات جاءت حقيقة مخيبة للأمال ولم تعبر عن ما طرح داخل أروقة الحوار الوطني.